للمزيد مشيرين عن جهود الدولة في تنمية سيناء ينضم إلينا هاتفيا دكتور محمد شطة وكيل وزارة الزراعة في جنوب سيناء. دكتور محمد أرحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. عندما نتحدث عن التنمية في سيناء فإننا لا نتحدث عن التنمية الاقتصادية فحسب، بل نتحدث عن التنمية في مشروع في يعني في خطتها الأشمل والعام، نتحدث عن التنمية المستدامة. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. بالنسبة حلم تحقيق التنمية على أرض سيناء كان حلم بعيد المنال، ولكن تحقق بالإرادة السياسية القوية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضخ استثمارات كبيرة جدا لم يسبق لها مثيل خلال العقد الأخير. أدى هذه التنمية، يعني أرض الريوز تحولت إلى جنة حقيقية عبر قيام الدولة المصرية بربط الدلتا بسيناء عبر مجموعة من الأنفاق في بورسعيد والإسماعيلية والسويس. المسافة حاليا يعني من يخرج من القاهرة خلال 120 دقيقة يكون في سيناء، مربوطة بمجموعة من الطرق القوية جدا. أيضا تم التنمية في جميع المجالات سواء الخدمية أو الزراعية. يأتي القطاع الزراعي بإنشاء أكبر محطة معالجة صرف في العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في شمال سيناء. أيضا محطة المحسمة 1.2 مليون متر مكعب في اليوم. هذه الكميات من المياه المعالجة سيتم زراعة أكثر من 500,000 فدان في شمال سيناء ووسط سيناء. يضاف إلى ذلك جهود الدولة المصرية في إقامة مجمعات تنموية زراعية وتوزيعها على أهالينا المواطنين. 11 تجمع تنموي تم إنشاؤهم في شمال سيناء، 7 تجمعات تنموية زراعية تم تسليمهم بالفعل في جنوب سيناء. الآن جاري عملية الاستطلاع وإعداد هذه الأراضي للزراعة. قامت الدولة أيضا بإنشاء مستشفيات ومراكز شباب ومدارس وخدمات ومجمعات خدمات زراعية، قامت بإنشائها وزارة الزراعة بعدد 3 تجمعات تنموية على مساحة تقترب من 125,000 متر مربع. هذه التجمعات التنموية بتقدم التقاوي وبتقدم الأسمدة وبتقدم الميكنة الزراعية والأبحاث ومعامل التحاليل لأهالينا المواطنين في سيناء. فسيناء يا فندم الآن تحولت إلى جنة حقيقية، والحلم أصبح حقيقة خلال هذه الفترة، وأصبحت سيناء جاذبة للسكن والمعيشة وجاذبة للاستثمارات على جميع المستويات وعلى جميع القطاعات. دكتور محمد، يعني بالحديث عن المواطن بالحديث عن الاستثمار، قمتم بتكريم المزارع المثالي في جنوب سيناء. إلى أي مدى ترون أن مثل هذه التكريمات تؤتي بثمارها على المزارع في زيادة إنتاجيته وأيضا في ما له صلة بتحسين وتعزيز الاستثمار في جنوب سيناء؟ هو الموضوع يا فندم كله بيبدأ بوضع خطط. بالفعل قامت مديرية الزراعة بالتنسيق مع المحافظة ووزارة الزراعة بوضع خطط طويلة وخطط قصيرة المدى متعلقة بنشر الممارسات الزراعية الجيدة لجميع أهالينا المزارعين في جنوب سيناء. احنا يعني فكرة الجلوس في المكاتب انتهت، وما عادش في رفاهية الجلوس في المكاتب او المزارع يجي لغاية المديرية او الادارات او الجامعات الزراعية. احنا بنروح له عبر قوافل تنموية زراعية وبنتابع معاه من خلال توفير التقاوي المدعمة بنصف الثمن، الاسمدة النيتروجينية تلفات النشادة بنصف الثمن، وكان عندنا تارجت معين في تحقيق مستهدف توريد القمح العام الماضي. وكرمنا افضل مزارع حقق معانا إنتاجية وحقق معانا توريد، فكان نموذج وطني جيد جدا ومثال يحتذى به لأهالينا المزارعين. السنة اللي فاتت حققنا مستهدفاتنا من توريد القمح، السنة دي بنضاعف مساحة القمح. وأيضا هذا المزارع الذي تم تكريمه كان له النصيب الأوفر في زيادة مساحته، فقام بمضاعفة مساحته من 15 إلى 30 فدان زراعات قمح هذا العام، وده كان يعني المصوغ لتكريمه هذا العام خلال الأسبوع الماضي. جهد مشكور، شكرا جزيلا دكتور محمد شطة وكيل وزارة الزراعة في جنوب سيناء.